أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نرفع أكف الضراعة إلى الحق تبارك وتعالى، ونبقى مع الابتهالات والمدائح النبوية مع المبتهل الشيخ أحمد مشحوت أبو خطوة. يا خير خلق الله، يا رحمة للعالمين، أرسلك الله يا رحمة مهداة، يا نعمة مسداة. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين، يا رب يسر أمور الناس تلقى يسرا، يسر أمور قل لربك أنه أعطاك السر واشكر لربك أنه أعطاك، واجبر فؤادا جاء يطلب رحمة، واذكر لنفسك فضل من سواك، واجبر فؤادا جاء يطلب رحمة، واذكر لنفسك فضل من سواك، يا رب يا رب، حمدا دائما لجلالكم يا رب يا رب يا رب يا رب، حمدا دائما لجلالكم يا يا رب، حمدا خالصا لغناك، هذه الحياة تداعلت أيامنا، فإذا ملكت
فإذا آمنت فغير من أهداك هذه الحياة فإذا ملكت ففضل من أهداك يا رب وهداية الأفكار من مولاك هو كاشف الكربات هو كاشف كاشف الكربات فارج أمنا هو قادر وبجوده يسر على الضعفاء ذلك فضله واجبر فؤاد الناس واجبر فؤاد اليسر فيض من عطائك ربنا اليسر فيض من عطائك ربنا اليسر يا يا من على العرش استوى بجلاله يا من يا من على العرش استوى بجلاله يسر علينا واكتب لنا جبر الفؤاد إلهنا واقبل إلهي من دغى برضاك النبي صلوا عليه
اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله.